كان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة مدبولي، وشهد الاجتماع استعراض المؤشرات الإيجابية التي حظي بها الاقتصاد المصري هذا الأسبوع، وذلك من جانب عدد من المؤسسات الدولية في أحدث تقاريرها، ومنها تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الذي يتحدث وبشكل إيجابي عن أداء الاقتصاد المصري ومرونته أمام تقلبات الأسواق العالمية، فضلا عن انضمام مصر رسميا إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر. وخلال الاجتماع أكد مجلس الوزراء أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما أن مواصلة الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية يسهم في استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الإيجابي أمام تلك التحديات الاقتصادية العالمية. هذا وقد أشار رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد.